قلب على وجدان ما عرفتش انايا ما عرفتش جات لي في هذه الغابه هذه لا وجدان فين مشات هذه فين مشات الساك ديالي الساك ديالي هذا شكديري هنا شكديري انا كنقلب عليك راك الخير متلي معنا متلي معنا عباد الله واكواك مريحة مسترخية الاسترخاء الاستجمام مرحبا بك الله إلا جات معاك الله إلا حشومة عليك متلي معنا بغينا نطلعو شي لقطة زعما شي لقطة زعما اللي نديرو فيها داكشي ديال الأكشن بحال دوك الأفلام المغربية والو ما بيتيش والله إلا بغينا نديرو بحال داكشي اللي كيدوز في رمضان عباد الله متلي معنا سواش لافامي السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد نتمنى تكونوا كاملين بخير مرحبا بكم في نهار جديد مرحبا بكم في فلوق جديد كما كتشوفوا وجدان الاسترخاء والاستجمام فوق الهاموك مرحبا بك لالا باش كتحسي مرتاحة الراحة مزيان جاك النعاس مازال نقدر نعس اي لحظة مرحبا بكم في فيديو جديد نتمنى تكونوا كاملين بخير حنا في واحد البلاصة في باجو كما كتشوفوا معنا هنا واحد البلاصة اللي فيها طبيعة كنت باغي نطلع عليكم واحد شوية عاوتاني كنت باغي ندير عاوتاني شوية الاكشن وداكشي يعني في الاول الفلوق ولكن ما صدقاتش مع وجدان حرقات لنا اللقطة حيت ديجا ما علمتهاش ما قلت لها والو خليتها هنا ومشيت كنصور بوحدي ما علمتهاش باش انها تمشي معايا في الخط anyway. اليوم جبت لكم واحد البلان اللي زوين بزاف جديد ها هو اللي هو الهاموك ماشي جديد وانما جديد بالنسبة لي اول مرة غادي نجربو الهاموك اول مرة غادي يكون عندي زعما ديالي هذا ديالي غادي نشرح لكم البلان كيفاش علقته كيفاش كيتركب اول حاجة اللي بغاه غادي يلقى اللين ديالو في الديسكريبشن غادي يدخل لبانغود باش يشريه من بانغود رخيص بزاف كاين واحد السولت ديال 71% يعني كان كيدير 350 درهم دابا ولا كيدير قل من 100 درهم شي 85 درهم ولا 90 درهم واحسن من هذا الشيء هو انه كيوصلك فابول حتى للدار قبل ما نشرحوا هذا الشيء كامل كيفاش غتشريه وشنو خاصك وهذا 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 غادي نشرح لكم كيفاش كيتركب هذا الهاموك هذا ونشوفوا الراحه ديالو نجربوه نحسوا به كيفاش شنو هو باش حسيتي ملي نعستي تما شو هاكي قالتها الراحه والاستجمام صراحه والله الا واحد الحاجه اللي واعره بزاف كتقدر تهنيك من بزاف ديال الحوايج وصغير اللي عجبني فيه هو انه صغير تو كدي معاك لاي بلاصه تقدر ديرو عندكم في الدار ماشي بالضروره تكون كتمشي للغابات الناس اللي كيتريبيو الناس الصيف اللي كيسافروا في الصيف وهذا الناس اللي كيسافروا فوق الربيع الناس اللي كيطلعوا للجبال اللي كيديروا لي غوندوني واي حاجه غادي يحتاجوا هذا لاموك هذا الناس اللي باغينوها في الدار كاين اللي كيعلقوها في الدار كيدير كيديروا في السطح كيدير لي بلاصتو في السطح اولا في بيت في الشومبر ديالو غادي نشرح لكم كيفاش كيتركب كيفاش انك تقدر تركبو بواحد الطريقه اللي سهله بزاف ما كيدي منك حتى 5 دقائق ما كيوصلهاش دغيا كيتركب في التركاب ديالو الا كنتي سريع تقدر تركبو غير في 2 دقائق سو نبداو 2 1 ليتس جو الحاجه اللي عجباني في هذه العيبه هذه هي انها صغيره شوفوا قداش قديه تقريبا يعني غديرها في الصاك ديالك ديال السفر ما غاديش تحس بها كاع دونك صغيره وفاش كتحلها كتعطيك 2 متر وشي حاجه على متر وشي حاجه متر ونص تقريبا اول مره غادي نركب لاموك في حياتي اول تجربه ليا شفت غير الفيديو ديالها في اليوتيوب كيفاش كتركب داكشي علاش غادي نبارطاجي معكم حتى انا كيفاش كتركب ها هي ديجا هي لاصق مع الصاك ديالها مع هاد العيبات هادو اللي كيخليوك انهم يشدوا في الحبل اللي كدير في الشجاري تخيلوا معايا هذه اللي كتشوفوا كتهز الوزن ديال 250 كيلوغرام يعني الا كنتي غليظ غتهزك هادي و الا كنتي باغي تريح فيها انت والعائله ديالك ولا انت والمدام ديالك انت والصديقه ديالك ولا الصديقه ديالك كيف ما كنتو بالرام ديال الناس فيكم 250 كيلو غتهزكم هاد اللعيبه هادي هادشي اللي غادي نجربو دابا ولكن اول حاجه كنبداو بها هما هاد الخيوط هادو واحد كيتعقد في واحد الشجره والاخر كيتعقد في شجره اخرى وغادي نشوفو كيفاش كنديرو ليهم اول حاجه كنشدو هاد الخيط هذا كنعقدوه هنايا كنديرو ليه واحد العقده صغيره هنايا اوكي بحال هكا كيولي عندنا بهذه الطريقه هذه كندورو على الشجره اوب هكا كنخشيوه هنايا اوكي كنديرو هكا ها هو تشد مزيان نقدر انا نتعلق فيه مثلا هكا نشوف ما غاديش يطيح اهم خطوه هي هذه كنشدوه هكا في هذه اللعيبه كندورو كتكون عندنا واحد الخويه هنايا كنخرجوا منها هذا شتو انا نعاود كنشدوه هكا كندورو كتكون عندنا هذه الخويه هذه كنخرجوا منها هادي كتعطينا هاد العقده شفتوها هي فاش كنشدوا الهاموك في القنت الاولاني ها هو اوب شد مزيان دابا شد مزيان نمشيو الثاني عاوتاني كنديروا ليه نفس العمليه نفس البلان كنديروا عقده صغيره هنايا كاين اللي كيشريها وكيديرها في السطح كيدير عمود هكا وعمود اخر من هاد الجهه الحديد صافي غادي نديروا نفس العمليه عاوتاني غنديروا هكا ونديروا هكا كنشدوا هنايا كندوروا وكنخرجوا هاد البلان هذا شفتوه اوب كنشدو عاوتاني القنت الاخر ديال الهاموك كندخلو هنا ايه ها هو شد عندنا فوالا ها هو الهاموك ديالنا هنايا وجد دابا غادي نجربوه غادي نضربها بشي نعيسه زوينه هنايا وغادي نجربوه نشوفو كي داير واه دابا
على نعسه تقدر دير هكا وتنعس، ما تحتاج لا لاطونط لا حتى حاجه، ما تبقاش تحتاج انت لاطونط، دز معاك غير هذا كيما مشيتي انت ناعس. فوالا عندك هاد الجيب هذا تقدر تخلي فيه بورطابل ديالك لعستي بالليل، هذا هو البلان اخوتي، تقدر تنعس فيه كاع وتغطى حتى الصباح، ما عندكش مشكل، تقدر دير هاد النعسه هادي، تقدر ديرها نعسه بالعرض بحال هكا، كتعطيك بلاصه تحط البيسي ديالك تخدم، ما عندكش مشكل، الراحه الراحه الراحه. بحال كاين شويه وجده، بحال كاين زعلليني دلعيني دلعيني زعلليني صافي الله. اجي اخوتي كدير تخيل معايا، كدير قل من 100 درهم، يعني تقريبا كدير شي 85 درهم حتى 90 درهم، كانت كدير تقريبا 350 درهم، دابا كاين السولد نقصوا 71% ديال السولد، سو من 350 درهم تقريبا حتى 85 درهم ولا 90 درهم، يعني ناقص بزاف. هادي همزه ليكم صراحه الا بغيتو تشريوها، الا عجبتكم طبيعه الحال، انا عجبتني داكشي علاش صيفطوها ليا، وهذا حاجه اللي زوينه بزاف وما غاديش تضيع فيها صراحه، ضروري ما غيجي واحد النهار غادي تحتاجها. واهم حاجه هو انه ما كتخلص حتى حاجه في الليفريزون، يعني كتجيك فابور، ما كتخلص حتى حاجه على الترونسبور، كتخلص غير داكشي اللي كتسوى هي الثمن ديالها، وكتجيك فابور حتى للدار، كدير لادريس ديال الدار ديالك، كتجيك في الدي اش ال حتى للدار، طن طن هاك لاموك ديالك. دونك هاد لاموك هذا غادي يرافقنا في هذا السفر كامل، طريت اللون الزرق والكري حيت عجبني، فيها اللون خضر بحال ديال العسكر، طريت هاد اللون هذا عجبني حيت غادي يجي في التصاور زويون، بطبيعه الحال غادي نضربوا شي تصويره هنا انا ووجدان دابا، وغادي تشوفوهم في الانستغرام. دابا نبدا وجدان، اش بان لك؟ زوينه؟ عجبتك؟ سير هادي ما تخافي والو، دابا عاد تكون حلاوتها فاش كتحرك واحد شويه. واه عجبتك؟ واعره؟ واو لاني وجدت الراحه، الراحه ديال بصح. اشنو هو؟ زدتني ايوا راك تما، بسلامه، باي باي، نرجعو لك العام الجاي، بسلامه. Tired of them spot. خافيش والله لا تخطع، شحال فيك من كيلو؟ راه 250 كيلو، عرفتي شنو 250 كيلو؟ يجيو معايا للدار كاملين يريحوا هنا، يلا نوصلوا 200 كيلو، الله واو. ساو خوتي غادي نشرح لكم الطريقه، الناس اللي كيقولوا لي ما كنعرفوش كيفاش نشريو من بانكوت، بانكوت باش انا كتشري منه تقدر تشري بكارت ماستر كارد اولا بكارت فيزا، سو اي كونت بانكير ديالك في المغرب كارت فيزا اولا ماستر كارد. طريقه اخرى اللي كيشريو بها بزاف ديال الناس اللي هي الباي بال، سو الا عندك الباي بال مزيان، ما عندكش الباي بال تقدر تكون عندك اي كونت بانكير تكري كونت في الباي بال، باش تكري كونت في الباي بال دخلوا اليوتيوب كتبوا كيفاش، غادي يخرجوا لكم لي فيديو، غتكري الكونت ديالك في الباي بال غادي تمشي تليه يعني تربطو مع الحساب ديالك في لابونك، يعني واخا يكون عندك الباي بال خاوي ما فيهش فلوس كتربطو مع الحساب ديالك في لابونك، كتولي تشري بالباي بال والفلوس كيتقطعوا لك من الحساب ديالك في لابونك، دونك واخا يكون عندك الباي بال خاوي كيفاش تربط الحساب ديالك ديال الباي بال مع لابونك ما غاديش نشرحو هنا، غادي تدخلوا اليوتيوب غتكتبوا كيفيه ربط حساب باي بال مع البنك اولا مع حساب بيل بانكي، غادي يخرج لكم بزاف الالاف ديال لي فيديو اللي كيشرحوا هذا الشيء، صوت طريقه اللي ساهله بزاف. تقدر تقول لي انا مازال ما عنديش كونط بانكير شنو غادي ندير؟ نقول لك تقدر تشوف شي خوك الكبير اولا اختك الكبيره اولا باك اولا امك عنده كونط بانكير، غتقول لي غادي نقاد باي بال غادي نربطو مع الحساب ديالك، حيت هو كنظن ما غاديش يحتاجو انه يشري في الانترنيت، سو انت غادي تربطو على الحساب ديالو في الكونط ديالو، وقت ما بغيتي تشري شي حاجه غتقولها لي، غنقول لها بغيت نشري هذه وغتشريها، غدير لادريس ديالك ديال الدار وغتوصلك حتى لباب الدار. سو في الطول ديالها فيها 270 سنتيمتر وفي العرض فيها 140 سنتيمتر، وكتهز 250 كيلوغرام يعني قادره على الوزن. الناس اللي من البحرين وعمان السعوديه الكويت والامارات عندهم الاداء عند الاستلام، يعني ملي كتوصلك البضاعه حتى للدار عاد كتخلص. الناس الاخرين اللي ماشي من هذه الدول
الاول كيخلصوا من الانترنيت كما شرحت لكم في الاول وكتوصلك حتى للدار ما تخافوا حتى حاجه كما انا وصلتني في كوريا غتوصلكم حتى نتوما ماشي هذه هي اول مره كنتعاملوا مع بانغود يعني بزاف ديال لي برودوي اللي كنوصلونا في المغرب وتقريبا كتاخذ ما بين 10 ايام حتى 15 يوم حتى 16 يوم باش انها توصلك الايام بطبيعه الحال غادي تلقاوه في ديسكريبشن غادي تدخلوا ليه وغادي تقداو داكشي اللي خاصكم سو تقدروا تلقاو شي حوايج اخرين غادي يعجبوكم اكثر من هكا ما دخلوا ليان وغادي تلقاو اي حاجه بغيتوها هاد الايام بالضبط كاين تخفيض بزاف بانغود الا بغيتو تدخلوا دخلوا نتوما بريسكم غتشوفوا انا ما كنبزش عليكم تشريوها وانما اللي عجبتكم ما كوجدان كنقتل الناموس كتقتلي الناموس قتلك لا ولا خلي الناموس يعي ولا الناموس احسن من الضراري ديالك خلي الناموس يعيش شكيت عليك عرفتي بحال خيمنا انا وياك عرفتي تشهدها شي تخيام خيمنا 5 دقائق خيمنا 5 دقائق اخوتي صفقوا علينا من بعد ما خدينا شي تصويرات زوينين انا وجدان غادي نحطهم في الانستغرام من بعد ما خدينا شي تصويرات زوينين انا وجدان غادي نحطهم في الانستغرام بطبيعه الحال الناس اللي كيدخلوا الانستغرام غادي يشوفوهم غنوريكم دابا كيفاش كتجمع الهامك كنديروا ليها هكا كنجيبوا النص الاخر هكا اوكي كنحطوها شويه هكا باش ما كتجمعها مزيان كتعطيك فرصه انها تدخل في الساك ديالها وتجي زوينه قاده ما تكرفسكش ما تعذبكش غدير لها هكا كنعاودو نديرو لها هكا على شكل مستطيل فوالا كنديرو لها هكا اوبس اوبس نجمعوها نطويوها ونعاودو نجمعوها نطويوها اي كتولي على هذا الشكل هذا كنجمعوها وندخلوها في الساك ديالها ديال الهاماك واحد الساك لي زويون صغيور كيعطيك واحد المساحه لي صغيره فوالا كنهزو السماطي ديالها اللي ما خصهمش يفرقونا حيت هادو ضروريين لما كانوش هادو راه غادي يخصو باش تعلق الهاماك ديالك كنجمعوهم في الساك ديالنا حتى هما بحال هكذا بحال هكذا هكذا بحال هيدا الناس نتاع الشمال ديديكاس ليكم راكم تما وكنديروا ليها اي يا هي تجمعات اي ياس جينا اليوم الاس ام تاون